فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على أعضاء شبكة قالت إنها تساعد الحرس الثوري الإيراني والحوثيين في اليمن. وزارة الخزانة أوضحت في بيان أن الشبكة تجمع عشرات ملايين الدولارات للحوثيين من مبيعات سلع منها النفط الإيراني. من جهة أخرى، أزالت الوزارة أسماء 3 مواطنين إيرانيين مدرجين في قائمة عقوبات مثل مديرين إداريين لشركة النفط الوطنية الإيرانية. وأكد مسؤول أمريكي لوكالة رويترز أن إجراءات الخزانة روتينية ولا علاقة لها بالمحادثات النووية الإيرانية. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن واشنطن مضطرة لرفع العقوبات عن إيران، وأوضح أن حكومته تمكنت من رفع العقوبات عن بلاده عام 2015 وستتمكن من رفعها هذه المرة أيضا. وأضاف روحاني أن رفع العقوبات من خلال مباحثات فيينا وصل إلى خطواته الأخيرة، مؤكدا وجود تنسيق بين إيران وروسيا والصين لتحقيق ذلك. في العام 2015 تمكنت حكومتي من رفع العقوبات، وفي العام 2021 ستقهرها مرة أخرى. هزيمة العقوبات في مراحلها الأخيرة، ويجب أن يعلم الشعب الإيراني أن العقوبات ستنتهي وأمريكا مضطرة لرفعها، وقد جاءت إلى طاولة المباحثات. لقد تم حل معظم القضايا، والبضعة الأخرى المتبقية ستحل أيضا. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أهلا بك حازم. بالتزامن مع تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني عن أن واشنطن مضطرة لرفع العقوبات على إيران، وزارة الخزانة الأمريكية يعني تفرض عقوبات على شخصيات تقول بأنها أو شبكات متهمة ب يعني دعم الحرس الثوري الإيراني والحوثيين في اليمن، هل من رد أو تصريحات إيرانية أو تعليق إيراني على هذا الموضوع؟ حتى هذه اللحظة رولا لا يوجد أي تعليق إيراني رسمي، ولكن يمكن فهم ذلك من خلال البيان الذي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية. هي وضعت عقوبات أو فرضت عقوبات على شخصيات مرتبطة بفيلق القدس تحديدا في الحرس الثوري الإيراني على ارتباط بالحوثيين والتأمين المالي وما إلى ذلك، وبالمقابل أيضا رفعت العقوبات عن 3 شخصيات وشركتان أيضا وشركتين على صلة بالنفط الإيراني وتسويق النفط الإيراني والالتفاف على العقوبات. هذا يؤكد ربما أن مباحثات فيينا تركز بشكل أساسي على العقوبات المرتبطة بالاقتصاد الإيراني، على العقوبات المرتبطة بالملف النووي الإيراني. أما القضايا الإقليمية فلا تزال محل جدل كبير بين طهران وواشنطن بطبيعة الحال. الإدارة الأمريكية طالما أكدت على رفضها للسياسات الإيرانية في المنطقة، وسعت إلى إدخال النفوذ الإيراني ودور إيران في المنطقة في المباحثات، وهذا ما رفضته طهران حتى الآن. من هذا الباب يمكن فهم كل المواقف الأمريكية التي تأتي رفضا للسياسات الإيرانية في المنطقة، سواء بفرض عقوبات على بعض الشخصيات وتحديدا فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني المعني بشكل أساسي في تنفيذ سياسات إيران في الإقليم. شكرا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس.